دلوقتي ان شاء الله هنبدا جزء سهل جدا برضو زي الجزء اللي فات كده واسهل كمان جزء بيتكلم على يونيفورم اكسلريشن يعني العجله المنتظمه العجله المنتظمه كنا خدنا طبعا في الاول حاجه اسمها يونيفورم سبيد اللي هي ريجولار سبيد اللي هي السرعه المنتظمه وقلنا دي when a car covers equal distances at equal periods of time لما السياره بتقطع مسافات متساويه في ازمنه متساويه it is said that the car moves at a uniform or a regular speed طب ليه؟ احنا كنا قلنا اصلا ال speed it is the rate of change of distance it is the distance covered by the moving object through a A unit time, يبقى لما covers equal distances at equal periods of time هيبقى ماشي بيونيفورم or, uh, regular speed. لكن امتى بقى ما يبقى ماشي بيونيفورم acceleration احنا خدنا ان ال acceleration it is the, rate of the change of speed. أو it is the change يبقى هنا بقى لما السرعة تتغير بقيم منتظمة أو تت أو تتغير بمعدلات منتظمة سواء تزيد أو تقل، هنفهم بقى دلوقتي ليه. يبقى but if its speed changes decreases or increases by equal values at equal periods of time لما السرعة بقى تتغير سواء تزيد أو تقل ب equal values بقيم متساوية at equal periods of time في فترات زمنية متساوية it is said that the car moves at a uniform or uh, regular uh, acceleration يقال بقى في هذه الحالة إن السيارة بتمشي بعجلة منتظمة يبقى امتى مش لما covers equal distances at equal periods of time لا قلنا دي هتبقى uniform speed لما the speed it changes لما ال speed بتاعة الكار it أو بتاعة object عموما changes سواء decreases or increases by equal values يعني بتتغير بقيم مت... متساويه at equal periods of time في فترات زمنيه متساويه زي ما شفنا كده ادي الكار دي آه بعد كانت ماشيه ب 10 متر بير سكند آه بعد 2 second بقت 20 متر بير سكند بعد كمان 2 سكند بقت 30 متر بير سكند بعد كمان 2 سكند بقت 40 متر بير سكند يبقى هي اتش 2 second. ناخد بالنا كل ثانيتين السرعة بتزيد 10 متر بير سكند كل ثانيتين السرعة بتزيد 10 متر بير سكند كل ثانيتين السرعة بتزيد 10 متر بير سكند مفهوم يا أولاد يبقى in the above figure the speed of the car increases by 10 متر بير سكند each 2 سكند طب أفكركم بيها بتاعة السبيد لما قلنا لازم نقول each لازم نقول each عشان هو بيتكلم على الريجولار سبيد Uh, زي ما خدناها هنا في الريجلر سبيد لما كنا بنقول ذيس مين ذات ذا اوبجيكت كفرز ا ديستانس اوف 50 كيلوميترز ايتش 1 اور وكنا بنقول الفرق بينها وبين uh, السبيد العاديه ان دي ايتش وان دي ان uh, او ثرو uh, خلاص؟ The speed of the car increases by 10 meters per second each 2 seconds uh, طيب ماشي لو لو عملنا لها بقى ديفايدنج يبقى احنا كده هنعمل 10 ديفايدنج 2 هيبقى ايكوال 5 متر per second يبقى the uh, car uh, the speed of the car uh, increases by 5 متر uh, per second each second يبقى the acceleration equal 20 minus 10 dividing 2 هيبقى equal uh, برضو 30 minus 20 dividing 2 برضو هيبقى equal 40 minus 30 dividing 2 هيبقى في الاخر equal 5 متر per second uh, square. والديفينيشن uh, بتاع اليونيفورم Acceleration قريب جدا برضو من الديفينيشن بتاع اليونيفورم سبيد: uh, "It is the acceleration by which" دي كده نمبر 1: "an object moves in a straight line" دي نمبر 2: "when its speed it changes by equal values through equal periods of time" لما السرعه بقى اللي بتتغير بقيم متساويه في فترات زمنيه متساويه ودي اللي زي اللي كنت بقول لكم عليها بتاعت السبيد اللي احنا جبناها وراجعناها Uh, a car moves at a uniform acceleration equals 5 meter per second square. This means that the car moves in a straight line and its speed changes with 5 meter per second each one second. خلاص؟ بتهيألي سهلة جدا جدا وقريبة جدا من الـuniform speed بس ناخد بالنا إن دي uh, the speed changes by equal values at equal periods of time. آآآ uh, uh, time آه. هنبدا بقى ناخد تايبز اوف يونيفورم اكسلريشن انواع العجل المنتظمه اولا عندنا بوزيتيف اكسلريشن ونيجاتيف اكسلريشن البوزيتيف اكسلريشن يعني العجله الموجبه ونيجاتيف اكسلريشن يعني العجله السالبه البوزيتيف اكسلريشن لما بتكون ذا سبيد اوف ذا كار انكريزز باي ايكوال فاليوز ات ايكوال بيريدز اوف تايم والنيجاتيف اكسلريشن لما بتكون ذا سبيد decreases by equal values at equal periods of time سهلة جدا جدا يبقى positive acceleration if we assume that uh, an object A starts its movement from rest بدأ الحركة بتاعته من السكون قلنا from rest يعني من السكون in a straight line and its speed increases regularly until it reaches 50 meter per second والسرعة بتاعته بتزيد تدريجيا لحد ما وصلت 50 meter per second طيب the speed is recorded each 5 seconds in the following table السرعه اتسجلت كل 5 ثواني في الجدول ده يعني طبعا احنا عارفين ان هو بدا من ات ريست او فروم ريست يعني من حاله السكون فالسبيد هتبقى ايكوال زيرو والتايم برضو هيبقى ايكوال زيرو قلنا ان السبيد speed بتاعته increases regularly until it reaches 5 متر بير سكند ومتسجله هنا Uh, بعد 5 سكند بقت uh, بقت السبييد 10 متر بير سكند بعد 10 سكند يعني بعد uh, 10 ثواني بقت السبييد 20 بعد 15 سكند بقت السبييد 30 بعد 20 سكند كانت السبييد 40 بعد 25 سكند كانت speed 50 طيب لو جينا نمثلها برسم بياني كده وي كان ريبريزنت ذا بريفيوس values ان ذا following جرافز طبعا قلنا هنرسم التايم على الهوريزونتال والسبيد على الفيرتيكال أه طيب لما كان زيرو كان زيرو يبقى هي دي الاوريجن بوينت اهو النقطه اللي بدا من عندها الحركه كانت السبيد زيرو والتايم برضو زيرو. طيب لما كان التايم 5 اهو نيجي هنا لما كان التايم 5 نلاقي السبيد بقت كام؟ بقت 10 قلنا هناخد هنا البوينت دي وبعدين لما كان التايم 10 نبص كده نلاقي السبيد بقت 20 طب لما كان التايم 15 نيجي هنا عند 15 ونطلع لحد ما نلاقي السبيد 30 ونرسم النقطة وهكذا لما كان عندي 20 التايم كانت السبيد 40 برضو نرسم البوينت هنا وهكذا اخر نقطة 25 كان التايم كانت السبيد speed 50 هنلاقي بقى كلهم straight line passes by the origin point ولو تفتكروا احنا خدنا ان ده دا دايما بيبقى direct uh, relation uh, وده معناه ان ال, uh, ان احنا في البوزيتيف اكسيريشن ومعناه ان السبيد speed the speed increases uh, uh, as time passes او the speed uh, increases by equal values زي ما احنا شايفين uh, at equal intervals of time طيب ناخد بالنا بقى العكس بقى النيجاتيف اكسليشن هنلاقي السبيد ديكريزز بتقل هنفهم طبعا دلوقتي بس عشان بس نفهم كده بسرعه الفرق بينهم هنا طول ما احنا ماشيين طول طول ما الوقت عمال بي بيعدي السبيد uh عماله بتزيد هنا بقى طول ما الوقت عمال يعدي ذا سبيد ديكريزز السرعه عماله تقل دي بقى اللي احنا بنسميها نيجاتيف اكسليريشن Uh, if we assume that an object be, B بقى moves at 50 متر per second كان ماشي ب 50 بيت ب uh, 50 meter per second in a straight line and its speed decreases regularly until it stops. وبعد كده السرعه بتاعته بدأت تقل تدريجيا لحد ما توقف. يبقى ناخد بالنا هنا في الحاله الاولى كان بادئ من ريست فكانت السرعه اللي بدأ بيها الحركه كانت زيرو يعني الانيشال سبيد كانت زيرو الانيشال سبيد كانت زيرو وبعد كده السبيد انكريزز لحد ما وصل للفاينل سبيد بعد كده هنا السبيد بدات بقى ديكريزز ريجيوليرلي انتل ات ستوبس لحد ما توقف يبقى هنا الفاينل سبيد هي اللي هتبقى بزيرو الفاينل سبيد هي اللي هتبقى بزيرو تمام طب والانيشال سبيد هتبقى 50 متر بير سكند مش هو بدا يدوس على الفرامل او بدات السرعه بتقل وهو ماشي على سرعه 50 متر بير سكند يبقى دي كانت الانيشال سبيد وبعد كده بصوا بقى زي ما انتم شايفين السرعه بدات تقل كانت 50 هتبقى 40 في خلال 5 سكند كانت 40 هتبقى 30 في خلال 10 سكن. يعني من من 5 ل 10 فبرضه هيبقى 5 سكند من 30 هتبقى هتقل ل 20 برضه 5 سكند ليه؟ لان من 10 ل 15 من 20 هتقل ل 10 برضو عشان من 15 ل 20 من 10 ل 0 عشان من 20 ل 20 ادي الزمن عمال بيزيد الزمن بيعدي على العربيه وهي سرعتها عماله تقل عادي ما فيش اي حاجه فالزمن بيزيد يعني بعد خمس ثواني كانت السرعه بقت 40 قلت بعد 10 ثواني السرعه قلت بقت 30 عادي ما فيش مشكله بعد 15 ثانيه السرعه قلت بقت 20 وهكذا بعد 20 ثانيه السرعه قلت بقت 10 بعد 25 ثانيه السرعه بقت زيرو لان الجسم توقف خلاص هو كان دايس الفرامل والسرعه عماله تقل 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 لحد ما توقف فما فيش فيها لخبطه ولا حاجه طيب هنا بقى لما هنيجي هن هنعمل لها جرافيكال ريبريزنتيشن قلنا برضو التايم هيبقى على الهوريزونتال وذا سبيد اون ذا فيرتيكال هنا بقى عند لما كان التايم بزيرو ناخد بالنا السبيد كانت 50 كانت اعلى قيمه ليها وبعدين افتر 5 سكندز السبيد بقت 40 ده قلت after 10 seconds السبيد بقت 30 وهكذا after 15 بقت 20 uh, after uh, 20 بقت uh, 10 وهكذا لحد ما وصلنا التايم 25 اهو السبيد زيرو 0 ناخد بالنا ال 0 دي مش بتاعت التايم ال 0 دي بتاعت السبيد خلاص التايم time 25 يبقى لو جينا بقى رسمنا ذا uh, uh, straight line uh, وده بيبقى الشكل بتاع الـ inverse uh, relation اللي هي uh, when the speed decreases as the time بيسز وفي الحاله دي طبعا بتبقى نيجاتيف اكسليريشن وهنفهم بعد شويه ليه ليه دي بنقول عليها نيجاتيف وليه دي بنقول عليها بوزيتيف وهي برضه لوجيك من الشرح يعني واضحه جدا ده سبيد تايم جراف اوف ان اوبجيكت ذات moves at a positive acceleration the بيت و time graph for an object moves at a negative acceleration طبعا واضحة جدا وسهلة جدا جدا وي كان كونكلود الانيشال سبيد بقى في الحالتين احنا بنتكلم على الحاله اللي كانت بوزيتيف اكسلريشن والحاله اللي كانت نيجاتيف اكسلريشن uh, اللي هم كانوا في الصفحتين دول ده وده طيب الانيشال سبيد في الحاله بتاعت البوزيتيف طبعا الانيشال سبيد كانت زيرو طب والفاينال سبيد كانت 50 طب نمشي واحده واحده كده بس عشان ايه ما يبقاش في لخبطه طيب ادي الانيشال سبيد كانت زيرو الفاينال سبيد كانت 50 الدلتا تي كانت 25 هو قطع يعني السرعة فضلت تتغير كده في وقت قد إيه التوتال تايم يعني بتاع ذا تشينج اوف ذا اوف سبيد بقى 25 سكند يبقى الدلتا تي عندنا 25 سكند طب احنا عارفين ان الاكسليشن ايكوال في 2 ماينس في 1 ديفايدنج دلتا تي ادي في 2 ب 50 ماينس في 1 اللي هو ب 0 dividing 25 فهيبقى 50 dividing, to, uh, uh, dividing 25 هيبقى 2 متر بير سكند سكوير وناخد بالنا هيبقى بوزيتيف طيب ذا ساين بوزيتيف دي العلامه البوزيتيف دي ريفيرز تو ذا سبيد اوف ذا اوبجكت انكريزز regularly باي 2 متر بير سكند اتش 1 سكند دي بتشير ان السرعه بتاعه الجسم بتزيد انكريزز regularly بانتظام باي 2 متر بير سكند اتش 1 سكند تمام؟ بيتهيألي كده واضح طيب نبص بقى على الاكزامبل الثاني اللي هو كان بتاع النيجاتيف اكسلريشن. في الحالة دي بقى هنلاقي الفاينل سبيد هي اللي كانت بزيرو. لو تفتكروا احنا قلنا إن الجسم توقف عن الحركة. اه oh, the speed decreases regularly until it stops. طالما الجسم توقف عن الحركة يبقى الفاينل سبيد هي اللي بزيرو. طب الانيشال سبيد كانت بكام؟ كانت بـ 50. ناخد بالنا بقى هنا هيبقى العكس. الفاينل سبيد هي اللي بزيرو والانيشال سبيد هي اللي ب 50 والدلتا تي ذا اه ريت اه اللي هو ذا اه ريت اوف تشينج اوف تايم اه او دلتا تي يعني اه 25 سكند طبعا عارفين الاكسلريشن ايكوال في2 ماينس في1 محدش يقول بقى ده انا الكبير ماينس الصغير وخلاص لا احنا واخدينها في2 v1 واحنا لسه قايلين ان في حاجه اصلا هتبقى اسمها negative acceleration يعني لوجيك طيب يبقى v2 v1 هيبقى 0 50 divided 25 هيبقى equal negative 2 meter per second سكوير the sign negative هنا بقى refers to the speed of the object decreases regularly by 2 meter per second each 1 second هنا بقى هنا بقى معناه ان السرعه بتقل ب 2 meter per second each 1 second Uh, we can say that the object A moves at a uniform positive acceleration اللي هو accelerating motion يعني حركة معجلة، حركة معجلة اللي هي accelerating motion يعني بيحصل acceleration يعني uh, بيحصل تسارع. وفي الحالة دي زي ما احنا شايفين الinitial speed 0 والفاينل سبيد 50 يبقى الانيشال سبيد ليس ذان فاينل سبيد لازم يا ولاد لوجيك كده لازم الفاينل سبيد تبقى, أكتو تبقى اكبر من الانيشال سبيد مش هي في الاخر هتطلع بوزيتيف واحنا عندنا v 2 v 1 يبقى لازم في 2 تبقى اكبر من في 1 عشان تطلع بوزيتيف فاليو تمام ماشي يبقى لازم الانيشال سبيد ليس ذان ذا فاينل سبيد السرعه الابتدائيه تكون اقل من السرعه النهائيه وبرده لوجيك عشان احنا بنقول اكسلريتنج موشن يعني حركه معجله يعني فيها تسارع وبنقول برده بوزيتيف اكسلريشن يعني ذا سبيد انكريزز as باي ايكوال فالوز ات equal periods اوف time طيب يبقى ايه بقى البوزيتيف اكسلريشن نفس الديفينيشن بالظبط بتاع الاكسلريشن بس هنخليه انكريزز نفس ال بالضبط بالظبط بس بدل ما كنا بنقول the speed it changes لا هنقول the speed increases بس هنا بقى خلاص بقت محدده ان ايه the speed uh, the speed increases هنا it changes دي كانت in general uh, عموما يعني هنا بقى خلاص بقت محدده وبقت معروفه يبقى it is an acceleration by which دي نمبر 1 an object moves in a straight line when its speed increases by equal values through equal periods of time. يبقى هي العجلة اللي بيها الجسم بيتحرك في خط مستقيم لما السرعة بتزيد بقيم متساوية في فترات زمنية متساوية وطبعا لوجيك أكيد برضو النيجاتيف هتبقى عكسها لو ما قلنا بقى أن الأوبجيكت بي لما قلنا داس على الفرامل والسرعة بدأت تقل من 50 لحد زيرو تخيلوا كان بادئ ب 50 وبعدين السرعة النهائية بقت زيرو يبقى أكيد في الحالة دي الانيشال سبيد جريتر greater than final speed صح السرعة الابتدائية كانت هي اللي أكبر من السرعة النهائية لأن أصلا السرعة النهائية بقت بزيرو لأنه داس على الفرامل والسرعة عمالة بتقل تمام يبقى في الحالة دي بقى بنسميها decelerating motion ناخد بالنا دي accelerating motion دي دي motion يعني حركة تباطؤية خلاص يبقى دي حركة تسارعية دي حركة تباطئية خلاص يعني السرعة بتتباطأ فيها الن uh, negative acceleration بقى برضو نفس الكلام it is an acceleration by which an object moves in a straight line نفس الكلام هو هو when the speed هنا بقى في الحالة دي decreases by equal values هنا كنا بنقول عشان positive acceleration increases لكن هنا دي عشان negative acceleration يبقى its speed decreases by equal values through equal periods of time بالتالي واضحة وسهلة جدا جدا Uh, what is meant by an object moves at a positive acceleration equals 2 meter per second square؟ ناخد بالنا positive acceleration بدل ما كنا بنقول its speed changes by كذا each كذا، لأ هنقول increases. يبقى this means that the object moves in a straight line and its speed increases by 2 meter per second each one second. وعكسها لو قال لي ان اوبجيكت موفز ات ا نيجاتيف اكسلريشن ايكوالز نيجاتيف 2 متر بير سكند المره دي بقى عشان نيجاتيف اكسلريشن فهيبقى نيجاتيف 2 2 متر بير سكند سكوير وناخد بالنا دي هيبقى ديسيلريتينج موشن يعني حركه تباطؤيه طيب هنا بنقول ذس مين ذات ذا اوبجيكت موفز ان ا ستريت لاين برضو بس المره دي بقى اند اتس سبيد ديكريزز باي 2 متر بير سكند ايتش 1 سكند سهله جدا جدا وبسيطه جدا جدا آه ناخد بالنا بقى من الجرافس دي عشان في ولاد بيتلخبطوا فيها في الحاله بتاعه البوزيتيف اكسلريشن قلنا طب دلوقتي احنا بس هندرس الجراف ده عشان ديديوس نقدر نستنتج ذا تايب اوف اكسلريشن فروم ذا شيب اوف ذا جراف نقدر نستنتج النوع بتاع العجله من الـ من الـ من الجراف زي ما خدنا كده في في الجراف ده زي ما شفنا كده الشكل ده اللي هو straight line passes by the origin point يبقى ده positive acceleration لما تبقى the speed decreases as the time passes او by increasing the time يبقى دي inverse relation تبقى دي negative acceleration. ماشي يبقى كده لو عندنا ال positive acceleration امتى؟ لما بيكون ال speed وال time graph ال speed على ال vertical، على ال horizontal <سؤال> <سؤال> وزي ما احنا شايفين كده ذا اوبجكت موفز ات a non يونيفورم سبيد لازم يكون ماشي بنون يونيفورم سبيد ليه لان احنا خدنا ان في جراف سبيد وتايم جراف والسبيد بتبقى او بيبقى الجرافيك ريبريزنتيشن بتاعها ستريت لاين بارل تو ذا اكس اكسس وقلنا في الحاله دي كده بيبقى ريجولار سبيد في الحاله دي بيبقى سرعه منتظمه واحنا قلنا لما بيكون الجسم ماشي بسرعه منتظمه بتبقى الاكسلريشن ايكوال زيرو اصلا السرعه ما بتتغيرش يبقى لازم زي زي الجراف ده كده ده بقى ماشي بنان يونيفورم سبيد طب عرفنا منين ان ذا سبيد انكريزز السرعه بتزيد السرعه مش مش ثابته كانت اول مره 5 بعد كده بقت 10 بعد كده بقت 15 بعد كده بقت 20 يبقى كده السرعة عمالة تزيد، كده مش Regular Speed ومش uh, Uniform Speed. يبقى The Object moves at uh, Non-Uniform Speed في Initial لذاً في Final. في الحالة دي uh, السرعة الابتدائية اللي هي Initial Speed بتبقى ليه زان الفاينل سبيد وطبعا قلنا لوجيك دي عشان هتبقى بوزيتيف اكسلريشن وقلنا سو so ات moves ات ان accelerating موشن نفس الكلام اللي قلناه قبل كده هو هو والنيجاتيف اكسلريشن ادي الجراف بتاعه وفي الحاله دي قلنا ذا اوبجيكت moves ات ان non يونيفورم سبيد برضه ناخد بالنا هنا non يونيفورم سبيد وهنا non يونيفورم سبيد بس هنا السبيد السرعه بتزيد لكن هنا السرعه بتقل في الحاله دي بقى الفي انيشال هتبقى مور ذان v final السرعه الابتدائيه اهي ده اعلى حاجه خالص لو 50 تبقى 50 لو 100 تبقى 100 ده اعلى حاجه خالص والفي v final دي زيرو هنا يبقى الفي v انيشال طبعا جريتر ذان v فاينل سو ات مووز ات ا ديسريتينج ديسيلريتينج موشن وبالتالي هي بتتحرك ب عجلة تناقصية او سوري هي اسمها دي عجلة تناقصية والحركة دي اسمها حركة تباطؤية او حركة تناقصية برضو طيب ناخد بالنا بقى لما بيكون ماشي بزيرو اكسيريشن احنا عندنا الجراف ده اللي هو سبيد وتايم جراف وعارفين ان لما ال ريبريزنتد باي ستريت لاين بارل تو ذا تايم اكسس هنا كده احنا بنقول السبيد دازنت تشينج اهو لو السبيد هنا مثلا عند عند 10 او عند 20 مثلا هنلاقي طول ما الوقت عمال بيعدي السبيد 20 20 20 يبقى هي ماشيه بريجولار سبيد يبقى طبعا ال الجسم ماشي بيونيفورم سبيد يبقى الاكسلريشن ايكوال زيرو وفي الحاله دي بقى بيبقى الفي الفي انيشال ايكوال في فاينل لما قلنا هتبقى في 1 ايكوال في 2 ايكوال في 3 ايكوال في 5 ايكوال في 10 ايكوال في 15 خلاص السرعه ما ما, ما بتتغيرش فعشان كده هيبقى الفي انيشال ايكوال الفي فاينل طب ناخد بالنا في جراف تاني في جراف تاني برضو يوضح الزيرو اكسريشن لما تكو... لما يكون الجسم ماشي بزيرو اكسريشن واوقات بيجي كتير في الامتحان والولاد ما بياخدوش بالهم يعني بالهم منه انه ان الكيرف ده او الدايجرام ده او الجرافيكال ريبريزنتيشن دي ليها علاقه اصلا بالاكسريشن احنا طبعا ده لوجيك انه ليه علاقه بالاكسريشن عشان سبيد مع تايم ماشي وده برضو سبيد مع تايم وده برضو speed مع time في بقى جراف تاني اللي هو distance مع time ده بقى ال distance time جراف اللي كنا خدناه مع اليونيفورم speed آه لما كنا بنقول d over t أو ratio d over t is constant لو آه تفتكروا آه دلوقتي ده الجراف بتاع distance time جراف آه وطبعا قلنا آه طالما آه represented by آه a straight line basis by the آه origin point يبقى ده كده represent آه an object moves at آه a regular or a uniform speed واحنا عارفين ان لما الجسم بيكون ماشي ب uniform speed or regular speed آه بيبقى الاكسلريشن ايكوال زيرو زي ما قلنا طبعا آه قبل كده وافكركم دي برضو لما قلنا ريشيو آه دي اوفر تي از كونستانت ادي ريشيو D over T أدي 10 dividing 5 هيبقى 2 20 dividing 10 هيبقى 2 30 dividing 15 هيبقى 2 40 dividing 20 برضو هيبقى 2 وبرضو خدناه قبل كده في نفس الدرس ده Uh, الـ في الجرافيك ريبريزنتيشن uh, لما قلنا ده الاوبجكت ماشي بريجولار سبيد بيكوز تايم از بيكوز ديستانس تايم جراف از ا ستريت لاين باسنج ثرو ذا اوريجين بوينت ومعنى كده ان ريشيو دي اوفر تي از كونستانت طب ما طالما ريشيو دي اوفر تي از كونستانت وقلنا ده برضه معناه ان الجسم ماشي بريجولار سبيد يبقى الاكسلريشن ايكوال زيرو يبقى احنا كده عندنا تو كيرفز للاكسلريشن ايكوال uh, uh, اول جراف uh, اللي هو سبيد وتايم جراف والتاني اللي هو ديستانس تايم جراف اللي انا كنت لسه بقول لكم uh, احيانا بيجي في الامتحان والولاد يقولوا ده ملوش علاقه بال خالص لان احنا عارفين ان الاكسلريشن هي ريليشن بتوين سبيد اند تايم فده ريليشن بتوين ديستانس اند تايم ايه دخله بالاكسلريشن الجراف ده طبعا قلنا ديستانس تايم ففي ولاد يقولوا ايه دخله بالاكسلريشن لا ما هو الديستانس تايم

فروم uh, ريست قلنا اول ما نبدا على طول اول ما نشوف from ريست uh, يبقى في 1 ايكوال 0 and its speed reaches 20 meter per second يبقى دي كده V2 20 meter per second in 5 seconds يبقى ده كده ال time سهلة جداً بقى calculate the acceleration of the moving object طبعاً هيبقى A equal V2 minus V1 dividing T هيبقى 20 minus 0 dividing 5 هيبقى equal uh, equal 4 meter per second square what is the type of acceleration طبعاً هي طلعت بالبوزيتيف يبقى دي uh, positive acceleration و uh, accelerating motion Uh, a train moves at a uniform speed of 20 meter per second. Uh, a train can move at a uniform speed of 20 meters per second. When the driver uses the brakes. لما السواق بدأ يستخدم الفرامل. طبعاً عارفين أن the speed of the car decreases uh, gradually. Uh, ممكن بقى until it stops. وممكن ناخد بالنا يجيب لنا مسائل أنه عايز يحسب السبيد بعد مثلاً. دقيقة أو دقيقتين أو مثلا بعد أربع ثواني المهم يعني قبل الجسم ما يتوقف عن الحركة يبقى ناخد بالنا مش شرط إن هو أول ما يقول لي uses the breaks يبقى the final speed equal zero مش شرط Uh, the train stops اه oh, طالما قال لي بقى the train stops يبقى الفاينل سبيد ايكوال زيرو طبعا قلنا دي طالما هو كان ماشي بيونيفورم سبيد هتبقى دي الانيشال سبيد هيبقى دي في 1 uh, وطبعا طالما القطر توقف عن الحركه يبقى في 2 ايكوال زيرو وطبعا ادي التايم عندنا كلكوليت ذا اكسلريشن طبعا سهلة جدا هيبقى ايكوال في 2 ماينس في 1 ديفايدنج تي فين في 2 اهي زيرو

Uh, a car driver moves at a speed of 80 meter per second. Used the brakes. استخدم يبقى أكيد طبعاً السرعة, هتقل. السرعة هتبدأ تقل. to make the car moves at a uniform decreasing acceleration 2 meter per second square بصوا لما يعني هو بيقول لما داس على الفرامل خلى العربيه تتحرك uniform decreasing acceleration بعجله تناقصيه منتظمه مقدارها 2 meter per second square ناخد بالنا ال 2 meter per second square دي لما تيجي لما نيجي نحطها في المعادله ونعوض بيها عشان نطلع اللي هو عايزه هنحطها نيجاتيف فاليو. يعني هنحط النيجاتيف قبل التو خلاص فايند ذا كار سبيد اهو بيقول بقى اوجد سرعه العربيه افتر 12 سكندز يعني لسه العربيه ما وقفتش يعني هي لسه هتقف بعد ال 12 سكندز مفهوم يا ولاد؟ هو عايز سرعه العربيه بعد 12 سكندز يبقى هي لسه ما وقفتش يبقى هي لسه هتقف بعد طبعا ال 12 سكندز ممكن مثلا تقف عند 18 عند 20 عند 25 المهم بعد 12 سكندز العربيه ما وقفتش لسه طيب اول حاجه احنا عندنا v 1 اهي 80 متر بير سكند هو عايزني احسب ال V2 ناخد بالنا بقى فايند ذا كار سبيد يبقى هو عايز نحسب ال V2 و... وادي طبعا الاكسليشن عندنا اللي هي نيجاتيف 2 وادي التايم عندنا أه يبقى ادي V180 ايكوال نيجاتيف 2 دلتا تي ايه 12 هو عايزني اوجد في 2 هنكتب المعادله عادي خالص اي ايكوال في 2 ماينس في 1 ديفايدنج دلتا تي هنشوف الاي بكام هنكتب 2 لا ناخد بالنا نكتب نيجاتيف 2 لان دي قلنا هو قايل ان هي ديكريزنج اكسلريشن خلاص يبقى هنا هنكتب نيجاتيف 2 وناخد بالنا يا اولاد من الاشارات كويس اه وهقول لكم برده على حاجه كده ايه هنشيك بيها على الحل اه يبقى هنا كده هنكتب نيجاتيف 2 Uh, V2 اللي هو عايزنا نجيبها ماينس uh, 80 ديفايدنج 12 طبعا على طول هنعمل حركة المقص دي يبقى V2 ماينس 80 يبقى إيكوال نيجاتيف 24 وهنا جابها على طول ماشي يبقى في هنا خطوه في 2 ماينس 80 هيبقى ايكوال نيجاتيف 24 طبعا نيجاتيف 80 دي هتروح الناحيه الثانيه وذ اوبوزيت ساين او وذ ديفرنت ساين هتبقى بوزيتيف فيبقى نيجاتيف 24 بلس 80 هيبقى ايكوال 56 متر بير سكند وناخد بالنا بقى ان احنا قلت لكم كتير قبل كده ان المسائل بتاعه الساينس او بتاعه الفيزيكس او بتاعه الكيمستري بتبقى فيها كونسبت مفاهيم آه, فمش مش مثلا زي المسائل بتاعه الماس انا ممكن ايه احلها وخلاص وما اتاكد من حلي آه, لا هنا آه, بنتاكد من حلنا بالكونسبت اللي احنا خدناها ليه بقى لان احنا قلنا هو كان ماشي ب 80 متر بير وبعد كده استخدم البريكس استخدم الفرامل يبقى اكيد السرعه هتقل خلاص يبقى مثلا لما تبقى في 2 ايكوال 56 متر بير اه يعني لوجيك معقولا لان السرعه طبعا آه قلت خلاص آه فده اللي يعني اللي ناخد بالنا منه بس ان المسائل بتاعت الساينس دايما كده اشغل المفاهيم اللي انا خدتها و يعني من الكونسبت كده من المفاهيم لازم اشيك على على حل كده صح ولا غلط وطبعا لو في حاجه غلط ممكن تبقى غلطه في اشاره بس ولا حاجه يعني فنشيك على نفسنا كده ونتاكد من الحلول بتاعتنا عشان في ولاد انا حاسس ان العمليه دي بتاعه الطرح وال والماس اللي في في البروبلم يعني من اول هنا كده هتبقى صعبه عليهم احنا قلنا يا ولاد ادي نيجاتيف تو صح اخر حاجه يعني ايه وصلنا لها وكنا فاهمين ومفيش اي لخبطه في 2 ماينس 80 ديفايدينج 12 صح مش احنا قلنا هنشيل ايه وهنحط الفاليو بتاعها اللي هو نيجاتيف تو عشان هي نيجاتيف اكسيليشن وفي 2 اللي هو عايزها هنخليها زي ما هي وفي 1 ب 80 دي الانيشال سبيد ب 80 هنخليها يعني هنحطها كده نيجاتيف 80 مكانها والتايم ادي 12 هنحطه طبعا تحت هنا هيبقى 12 طيب وقلنا برده سهل جدا ولوجيك ان احنا بنعمل ان ده تايمز ده وده تايمز ده صح فيبقى في 2 ماينس 80 خلاص اللي هو الريزلت بتاع V2 ماينس 80 تايمز 1 لان احنا قلنا ان نيجاتيف 2 دي كانها ديفايدنج 1 فيبقى 1 تايمز V2 ماينس 80 هيبقى V2 ماينس 80 طب تمام والنيجاتيف 2 دي تايمز 12 فيبقى نيجاتيف 24 بيتهيألي سهله جدا قلنا دي هتروح الناحيه الثانيه with an opposite sign فيبقى V2 equal نيجاتيف 24 هي دي بقى اللي بتلخبط الولاد بوزيتيف 80 خلاص ما هي ده راح الناحيه الثانيه بقى بوزيتيف 80 طب ما عادي ما هي هيها بوزيتيف 80 يعني او 80 ماينس 24 ما هي هيها 80 ماينس 24 ال 80 دي بوزيتيف خلاص فهيبقى 80 ماينس 24 لو عملناه على الكالكوليتر على طول طبعا هتطلع 56 آه طبعا وهو عايز يحسب السبيد هتبقى متر بير سكند بالتالي سهلة وواضحة ويعني مفيش فيها لخبطة وزي ما قلنا لازم انتوا يا ولاد تدربوا ايديكوا مرة في مرة ولازم نغلط مرة ونحسبها مرة غلط وتطلع مرة مثلا لا ده هتطلع هنا 104 اه 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 ازاي هي طلعت اه 56 ونرجع تاني نحل بس عايز اقول لكم على حاجة ما نقعدش نشخبط تمام ونصحح ومش عارف ايه عشان طبعا ايه كل الارقام هتخش في قلب بعضها وكل الساينز دي هتخش في بعضها لا انا اشطب خالص وابدا احل من الاول وجديد خلاص يا ولاد متفقين عشان بس ايه محدش حدش يتلخبط كتير احنا لو حسيت ان انا لخبطت في اشاره لخبطت في جمع لخبطت في حاجه خلاص اشطب المساله بالكامل وابدا احلها من الاول وجديد جايد uh, guidelines to solve problems On moving at a uniform speed through the period of time AB and then followed by the movement at a uniform acceleration through another period of time BC. AB, كان الجسم ماشي ب يونيفورم سبيد يونيفورم سبيد ناخد بالنا يعني ريجولار سبيد يعني الاكسليريشن ايكوال زيرو يعني هو ماشي بسرعه منتظمه يعني لا السرعه بتزيد ولا السرعه بتقل يعني لو ماشي ب 50 هيفضل ماشي ب 50 من اول ايه لحد بي هيفضل ماشي ب 50 متر بير سكند ماشي ب 60 هيفضل من ايه لحد بي ماشي ب 60 متر بير سكند ماشي ناخد بالنا بس من دي وبعدين then followed by the movement at a uniform acceleration لا ده هنا بقى من أول B بدأ يتحرك بيونيفورم uniform acceleration through another period of time سي uniform acceleration هنا بقى معناها أن السرعة بتتغير سواء بقى بتزيد سواء بتقل بس السرعة بتتغير يبقى the speed changes by equal values at equal periods of time يبقى so the uniform سبيد uh, speed ذا uh, through the period of time a -B. ناخد بالنا بقى في الحالة دي ال uniform speed في في المنطقة أو في ال period of time a -B. هتبقى ال initial speed هنا مش هو كان ماشي مش احنا قلنا مثلا لو ماشي ب 50 هيفضل ماشي ب 50 طول ال الطريق أهو يبقى لحد هنا كده تمام هو بقى من هنا بقى بدا يغير سرعته يبقى هتبقى ال50 دي الانيشال سبيد هنا زي مثلا ما يكون واحد مثلا يا ماشي كده في طريق عادي فماشي برده بسرعه مثلا منتظمه وبعد كده بدا يطلع على 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 الدائري خلاص فالسرعه بتاعته بصوا بقى هيدوس بنزين بقى عشان هيبدا يفتح خلاص فالسرعه بتاعته من هنا هتبدا تتغير يبقى السرعه اللي كان ماشي بيها مش مش كل الاجسام يعني او مش كل العربيات لازم تبدا الحركه او العجله بتاعتها ان هي تزود سرعتها او او تقل او تقل سرعتها من زيرو يعني مش, مش مش لازم تبدا تزود سرعتها من صفر ومش لازم تبدا تقلل سرعتها لحد ما توصل لصفر زي ما خدنا هنا تمام هو قلل السرعه وهو عايز نحسب بس السبيد بعد 12 سكند على فكره هو ممكن يدوس على على البريك يقلل السرعه خلاص مثلا حب عشان كان طريق زحمه او كان داخل على مطب ولا حاجه وبعد ما يعدي المطب يزود السرعه تاني مش مش لازم يعني كل ما ناخد انه داس على البريك ان السرعه هتقل ان هو ماشي بنيجاتيف اكسليشن مش لازم يكون الفاينل سبيد ايكوال زيرو مش لازم خلاص هنا برضو هو ماشي تمام وبعد كده مثلا طلع على الدائري او او كان الدائري زحمه وبعد كده مثلا بقى الطريق فاضي قدامه فبدا يدوس بنزين ويزود السرعه أو مثلا كان ماشي بسرعة منتظمة على الدائري وبعد كده هيبدأ ينزل من النزلة عشان مثلا خلاص هيروح المدرسة أو هيروح المشوار بتاعه، فالسرعة اللي كان ماشي بيها بقى على الدائري هو بقى داس الفرامل، فالسرعة أول ما داس الفرامل كانت الريجولار سبيد أو اليونيفورم سبيد اللي كان ماشي بيها هي الانيشال سبيد، خلاص؟ بتهيألي واضحة يبقى so the uniform speed through the speed of time AB equal the initial speed through the period of time BC هتبقى بتساوي بقى ال initial speed في الفترة BC يبقى V1 at point B يبقى ال ال uniform speed اللي كان ماشي بيها في AB هتبقى هي الـ V1 عند النقطة B يبقى هي اللي كان ماشي بيها من أول هنا لحد هنا هتبقى هي هنا V1 خلاص بتاع اللي واضحة ولما طبعا تيجي في اكزامبلز ومسائل هتبقى اسهل. Uh, an object moves in a straight line at a regular speed if the time taken by the object to move from A to B is 4 seconds. ناخد بالنا هو هنا مدينا الـ time اللي هيتحرك B من A ل B بس 4 seconds. Then it moves at a uniform acceleration وبعد كده بدأ يتحرك بي uniform acceleration from point B until it stops at point C. اه هنا قال لي بقى لحد ما توقف عند point C. ناخد بالنا في الحالة دي طبعا هيبقى ال final speed ب0. تمام؟ in 20 second calculate each of the following طيب عندنا بقى التايم التاني uh, 20 second اللي هو من B ل C. احنا قلنا 4 second من A ل B وبعدين من B ل C بقى هيبقى عندنا 20 seconds تمام؟ آه عايزنا نحسب ذا ريجولار سبيد اوف ذا اوبجكت تو كفر ذا ديستانس اي بي الريجولار speed اللي كان ماشي بيها الاوبجكت الاوبجكت عشان يقطع المسافه اي بي سهل جدا احنا عندنا الديستانس وعندنا التايم هو قال لي من A ل B في 4 seconds وآدي عندنا الديستانس distance 40 متر خلاص يبقى سهل جدا نجيب ال speed equal distance dividing time من المثلث uh, distance dividing time هيبقى 40 dividing 4 هيبقى equal 10 متر second وناخد بالنا هي دي هتبقى السرعة الانيشال سبيد السرعة الابتدائية اللي, اللي هيبدأ بيها المرحلة التانية اللي هي اللي هي بي سي خلاص ذا يونيفورم اكسلريشن باي ويتش ذا اوبجيكت موفز فروم بي تو بوينت سي قلنا بي دي الريجولار سبيد اللي كان ماشي بيها هنا هي هتبقى هنا الانيشال سبيد فهنا هتبقى 4 متر بير سكند سوري 10 احنا حسبناها 10 فهنا هتبقى 10 متر بير سكند وبعدين قلنا دي هتبقى زيرو وادي عندنا التايم بتاعها سهل جدا جدا يبقى خلاص هو عايزنا نحسب ايه الاكسلريشن هيبقى زيرو ماينس 10 زيرو ماينس 10 ديفايدنج التايم اللي هو 20 فيبقى نيجاتيف 10 ديفايدنج 20 هيبقى نيجاتيف 0.5 متر بير سكند سكوير وسهله جدا جدا ما فيش فيها اي حاجه وبس ممكن يكون جايب لي ال 100 متر دي عشان يلخبطني لان احنا اصلا ما استخدمناش في اي حاجه، ناخد بالنا ان في اوقات بعض المسائل بنستخدم فيها ال 100 متر ده لما يحب يحسب مثلا زمن حاجه معينه او مثلا يقول كان في فتره مثلا من لحد المسافه دي كان كذا ولحد المسافه دي كان كذا، بس هو هنا مدينا ال 100 متر دي ما خالص في البروبلم Uh, a car moves at a speed of 60 meter per second if the driver used the brakes او ناخد بالنا بقى ما احنا خلاص ما مش مش لازم تبقى الفاينل سبيد ايكوال زيرو to decrease the speed by 3 meter per second squared هنا بقى ناخد بالنا decrease the speed عشان في ولاد كتير بيتلخبطوا بيفتكروا ان دي السبيد لا هو بيقول decrease the speed يعني السرعة هي اللي بدأت تقل يعني the speed it changes by equal values at equal periods of time أو the speed decreases by equal values at equal periods of time يبقى دي acceleration وبرضو ناخد بالنا من اليونيت هو بيقول لي متر per second square تبقى دي مش speed أبدا دي تبقى acceleration خلاص طيب ناخد بالنا ان دي هتبقى دي ال the speed decreases يبقى دي هتبقى نيجاتيف اكسلريشن يبقى زي المساله اللي فوق لما نيجي نحطها في المساله هنحطها بنيجاتيف 3 ناخد بالنا بس من دي كالكوليت ذا تايم افتر ويتش ذا كار ستوبس اه لا جميل جدا ذا كار ستوبس هيبقى في 2 ايكوال 0 يبقى في 2 ايكوال 0 وعندنا في 1 ايكوال 60 الله والاكسلريشن هتبقى نيجاتيف 3 ناخد بالنا طبعا سهل جدا هيبقى 0 نيجاتيف ماينس 60 هيبقى ماينس 60 ديفايدنج تي الناحيه الثانيه هتبقى نيجاتيف 3 نيجاتيف هتطير مع النيجاتيف طبعا هيبقى 60 ديفايدنج 3 هيبقى التايم 20 سكند طيب نمشي بقى واحده واحده كده ادي اي ايكوال في 2 ماينس في 1 ديفايدنج دلتا تي طبعا قلنا لما نحب نحسب الدلتا تي هنبعت الدلتا تي مكان الاي ونجيب الاي مكان الدلتا تي فيبقى دلتا تي هيبقى ايكوال V2-V1 ديفايدنج اي ال V2 بزيرو مينس ال V1 نيجاتيف يعني سوري 60 فيبقى 0 ماينس 60 ديفايدنج بقى نيجاتيف 3 وناخد بالنا يا اولاد لازم نحطها بنيجاتيف هيبقى ايكوال 20 سكند طب بفرض مثلا بفرض ان في اولاد نسيوا يحطوا ال 3 دي بالنيجاتيف فاليو بتاعها وحطيناها بوزيتيف بس 3 طب ما هتطلع لنا على الكالكوليتر نيجاتيف 60 ديفايدنج 3 3 هتبقى ايكوال نيجاتيف 20 سكند هو في تايم بالنيجاتيف ما احنا يا قلنا ما فيش حاجه اسمها تايم بالنيجاتيف التايم على طول بالبوزيتيف لان ما فيش حاجه اسمها وقت بيرجع لورا او وقت بينقص ماشي الوقت على طول دايما ماشي في تزايد ومحدش يتلخبط عشان يقول يا مستر ما احنا كنا في الاول بنقول ان لما بتكون ذا سيم ديستانس يعني قطعوا نفس المسافه مثلا 100 متر يبقى الكار وتش از فاستر كفرز ذا ديستانس ان shorter تايم اه ما هو يعني في فرق بين shorter تايم وان وان التايم يبقى بالنيجاتيف ان التايم ينقص لا هي الفرق بقى ان احنا بنقول الاسرع يعني قطعت المسافة في وقت أقل مثلا 5 سكند لكن التاني مثلا خدها في 10 سكند يبقى مين الأسرع طبعا الكار اللي خدتها في 5 سكند هتبقى أسرع من اللي خدتها في 10 سكند يعني ما نتلخبطش يعني أو ما يبقاش في لخبطة في فرق بنقول إن إحنا إن هي قطعتها في وقت أقصر أو في وقت قصير وفي فرق بين إحنا نطلع الزمن بالنيجاتيف ما فيش حاجة اسمها زمن بالنيجاتيف في حاجة اسمها نيجاتيف أور او نيجاتيف مينت او نيجاتيف يوم مثلا نيجاتيف دي يعني نيجاتيف دي ده كان امبارح خلاص ده عدى وفات ما بيرجعش تاني وما ينفعش نحسب اصلا في اي حاجه خالص the following table shows the motion of a car within four hours. حركة عربية في خلال أربع ساعات. describe this motion during that period of time عايزين نوصف الحركه دي طبعا لازم عشان نعرف نوصفها بدقه لازم نرسمها طيب اول حاجه لما كان التايم زيرو طبعا احنا عارفين ان التايم بيبقى على الهوريزونتال والسبيد بتبقى على الـ vertical تمام لما كان التايم بزيرو كانت السبيد بزيرو وناخد بالنا كيلو متر بير اور ودي والتايم بالاور <applause> عشان هنا لازم نكتب اور وهنا نكتب كيلو متر بير اور لما كان ده بزيرو كانت كان كانت السبيد بزيرو وكان التايم بزيرو طب نركز بقى لما بعد 1 اور بعد ساعه اهو يبقى نيجي هنا ده التايم 1 اور يبقى السبيد هتبقى كام هتبقى 30 اهي زي ما هو قايل يبقى نحط خط هنا ماشي بعد 2 اورز يبقى نيجي هنا كده ونشوف السبيد كانت كام 60 يبقى نطلع لحد 60 اهو ماشي بعد 3 اورز بقى ده السبيد بقت 20 ايه ده دي قلت ناخد بالنا وبعد ساعه السبيد بقت 30 بعد ساعتين بقت 60 ايه ده ده كان ماشي بريجولار يعني اه ريجولار اكسلريشن اه ماشي ريجولار اكسلريشن ماشي بس هو جه هنا بقى خلاص وبدا مثلا يدوس على الفرامل فعشان كده السرعه بقى قلت من 60 ل 20 يبقى في الساعه الثالثه دي من اه من الاور 2 للاور 3 من الساعه الثانيه للساعه الثالثه نلاقي السبيد بقى قلت لحد 20 طب ماشي ومن الساعة الثالثة للساعة الرابعة نلاقي السبيد قلت لحد زيرو بقى بقت السبيد زيرو خلاص بقت السبيد ايه؟ زيرو عشان كده هنرسمها بقى البوينت دي طيب ناخد بالنا كده ان لازم نرسم الشكل ده كده كويس عشان نقدر نوصف منه الحركة طيب we كان represent this motion in the opposite graph طبعا هنمثلها في الشكل التاني عايزين بقى ايه describe this motion نوصف بقى الحركة دي through the first 2 hours فأول ساعتين اللي هو 1 و2 فأول ساعتين through the first 2 hours the car moves at accelerating motion اللي هي 60 0 2 0 هيبقى equal 30 كيلو متر بير اور يبقى كانت ماشية بحركة معجلة أو بحركة تسارعية يعني بوزيتيف uh, acceleration 30 كيلو بير اور باور 2 ما ننساش اليونت عشان احنا بنتكلم على الاكسريشن حلو. ثرو ذا ثيرد اور في خلال الساعة الثالثة اللي هي من 2 لحد 3 ما دي الثيرد اور. ثرو ذا ثيرد اور ذا كار موفز ات ديسيليريتنج موشن بدأ بقى يتحرك حركة تباطؤية خلاص يبقى 20 نيجاتيف 60. ديفايدنج 3 ماينس 2 اللي هي احنا بنقول الفاينل سبيد ماينس انيشال سبيد فين الفاينل سبيد اهي والانيشال سبيد اهي مش دي اللي احنا بنحسب في الساعه دي بس احنا بنحسب من 2 ل 3 ناخد بالنا احنا التايم من 2 ل 3 فالتايم هيبقى 3 ماينس 2 احنا بنحسب في الساعه دي بس فالفاينل سبيد هنا هتبقى 20 والانيشال سبيد هنا هتبقى 60 فيبقى 20 ماينس 60 هيبقى ديفايدنج 3 نيجاتيف 2 هيبقى ايكوال طبعا دي هتبقى نيجاتيف 40 ديفايدنج 1 هيبقى نيجاتيف 40 كيلو بير اور باور 2. طيب وفي الـ وفي الساعه الرابعه هل بقى بقى ماشي بعجله تزايديه او ببوزيتيف لا هو برده ماشي بنيجاتيف اكسريشن بس ناخد بالنا الفاليو بتاعتها مختلفه القيمه بتاعتها مختلفه. طيب through the fourth hour بقى في الساعه الرابعه ناخد بالنا بقى احنا بنحسب من 3 ل 4 ففين الفاينل سبيد هتبقى زيرو طب فين الانيشال سبيد مش هتبقى زيرو ناخد بالنا مش هنعمل زيرو ماينس زيرو يعني خلاص يبقى زيرو الفاينل سبيد طب والانيشال 20 يبقى زيرو ماينس 20 عشان احنا بنحسب في الساعه الرابعه هنقول تاني خلاص ديفايدنج طبعا 4 3 الساعه الرابعه وقلنا هيبقى زيرو نيجاتيف او ماينس 20 فيبقى نيجاتيف 20 ديفايدنج 1 فيبقى نيجاتيف 20 كيلو متر بير اور باور 2 ثاني سهله جدا وواضحه جدا جدا هنا بقى بيقول اف ا كار ستارتس تو موف فروم ريست بدات تتحرك فروم ريست يبقى في 1 على طول ايكوال زيرو اند افتر 2 second اتس speed becomes 4 متر بير سكند وبعد ثانيتين آه سرعتها بدات تزيد تبقى تو تبقى 4 متر بير سكند and it it kept moving at the same speed for another 2 seconds وفضلت محتفظه بان هي ماشيه بنفس السرعه لمده ثانيتين يبقى كانت ماشيه بريجولار سبيد then the motorist had to use the brakes بعد كده الموتورست القائد او السائق يعني had to use the brakes اضطر انه يستخدم الفرامل to slow down the car speed عشان يخفض سرعتها يبقى كده هتبقى ماشيه بنيجاتيف اكسلريشن اه بصوا الكار سبيد بدات ايه ديكري سلو داون يعني ديكريز تو 2 متر بير سكند خلاص بعد ما كان ماشي بايه ب 4 متر بير سكند خلاص رجع تاني ماشي ب 2 متر بير سكند ان ذا فيفث second في الثانيه بقى الخامسه يعني كان الكلام ده في الثانيه الخامسه and it stops completely after another 2 seconds وتوقف بالكامل بعد ثانيتين كمان represent relation graphically آه طبعا ما احنا شاينفع نمثلها graphically إلا ما نرسمها على ورق كده آه إن هي بدأت الأول الحركة from rest يبقى V1 equal 0 طيب نبدأ كده بس عشان بس يعني ايه نفهم كده ونمشي واحدة واحدة أول حاجة احنا قلنا هي بدأت from rest يبقى V1 equal 0 يبقى نرسم كده ادي الجسم بدا يتحرك من هنا يبقى v1 equal 0 عشان بدا من ريست and after 2 seconds يبقى ناخد بالنا مثلا من هنا لهنا كده نكتب التايم 2 سكند خلاص احنا يا اولاد هنرسمها كده كانها ماشيه في طريق الاول عشان بقى نعرف نرسمها بيانيا كده اتفهمت ماشي اه after uh, and after 2 seconds بعد ثانيتين its speed becomes 4 meter per second يبقى هنا كده ال speed دي هتبقى v2 يعني اللي هي بالنسبة لدي الفاينل بالنسبة لدي هتبقى 4 meter per second خلاص بعد قد إيه؟ بعد 2 seconds ماشي and it kept moving at the same speed for another 2 second وفضلت ماشية بنفس السرعة كده يبقى دي كانت regular speed لمدة 2 second يبقى هنا برضو كانت ماشيه بـ 4 متر بير سكند ليه لان هو قال لي فضلت محتفظه بنفس السرعه دي لمده 2 سكند حلو جدا ماشي يبقى كده عدى 4 سكندز ادي 2 ادي 2 then the motorist had to use the brakes to slow down the car speed to 2 متر بير سكند يبقى هنا كده بدا بقى يبطا سرعه العربيه خلاص لحد ما نقصت لحد 2 متر بير سكند في وقت قد ايه in the fifth second يبقى دي ثانية واحدة يبقى ناخد بالنا يبقى من هنا لهنا ثانية واحدة لان بقى دول كلهم كده هيبقوا five seconds وهو بيقول لي في, في الثانية الخامسة بدأ يعمل كده احنا عدى اربع ثواني اهو ادي ثانيتين وثانيتين ادي ثانيتين وادي ثانيتين يبقى في الثانية الخامسة بدأ بقى يعمل كده خلاص يبقى كده واضحة Uh, and it stops completely after another two seconds. وبعد كده توقف بقى بالكامل يبقى هنا كده بقى في فاينل بقى احنا قلنا دي v2 دي برضو هتبقى v3 مثلا دي هتبقى v4 دي مثلا هتبقى v5 وهتبقى اخر واحده هتبقى equal 0. خلاص بيتهيألي سهله هتبقى equal 0. بس احنا قلنا بعد قد ايه؟ انا خبيت السؤال هتبقى بعد قد ايه؟ افتر after another two يبقى هنا كده two seconds ناخد بالنا بقى احنا هنبدأ نرسم speed و time جراف سوري طلعت فايز ماشي هنبدأ نرسم ااا هنبدأ نرسم يا ولاد speed على ال والتايم على الهوريزونتال بيتهيالي سهل ماشي اهو خلاص السبيد هنا والتايم هنا قلنا لما كان التايم زيرو كانت السبيد زيرو صح اهو لان هو قال لي في 1 بزيرو والتايم بزيرو طيب بعد تو احنا قلنا هنا التايم ناخد بالنا عشان ما ننساش قلنا هنا هيبقى التايم وهنا هيبقى السبيد اس خلاص ماشي بعد 2 سكندز يعني بعد ثانيتين اهم هنا كده ماشي السرعة بقت كام؟ بقت 4 يبقى هرسم هنا كده خط السرعة بقت كام؟ 4 حلو وفضل ماشي بيها بقى ناخد بالنا هنا الجزء ده هيبقى لازم يكون بارال تو ذا تايم اكسس لان هو ماشي بريجولار سبيد يبقى هو الأول ماشي كده ماشي ذا سبيد انكريزز بعد كده هنا مشي بريجولار سبيد واحنا قلنا ان في الحاله بتاعه الريجولار سبيد بيبقى ستريت لاين بارل تو ذا تايم اكسس خلاص وناخد بالنا بقى من هنا بدا يدوس فرامل لمده بقى ثانيه واحده يعني اه يبقى مثلا هنا كده 2 سكند هنا بقى 4 سكند لان طبعا 2 وهو قال لي كم بعد ثانيتين كمان يعني 4 سكند هو هنا قال لي بقى في الثانيه الخامسه يبقى لازم بقى هعمل هنا كده حتة كده صغنو يعني نص دي ليه الثانية الخمس وبصوا بقى بدأت تقل الكام لتو منزلش للزيرو لا ده قلل لتو كده يبقى نزل بس لحد هنا مش احنا قلنا دي فور هيبقى دي تو صح السرعة بدأت تقل لحد تو خلاص وبعدين بقى بعد كمان ثانيتين بقى اللي هي تبقى بقى بعد بعد يعني كده ماشي يعني بعد الثانية السابعة بدأت توصل لزيرو عشان كده الكيرف بقى هيبقى كده فهمنا ان احنا لازم نرسمها كده الاول عشان نعرف نرسمها كده او عشان هتبقى سهلة علينا ان احنا نرسمها كده هي طبعا مرسومة في الكتاب بس انا حبيت اقول لكم ازاي هنفكر فيها اهو زي ما قلنا اه ادي من زيرو لحد فور زي ما قلنا خلاص وبعد كده زي ما قلنا برضو ماشي بريجولار سبيد يعني بسرعة منتظمة فلازم هيبقى ستريت لاين بارل تو ذا تايم اكسس وبعد كده لما قلنا بدا يدوس على الفرامل في في الثانيه الخامسه بصوا من 4 ل 5 يعني بصوا ده من 2 لحد 4 ده يعني ثانيتين وده برده من 1 اه سوري من 0 لحد 2 فبرضه ثانيتين وده من 2 لحد 4 ثانيتين، هنا بقى ثانية واحدة لأن هو إيه اللي في الفيفث سكند فيبقى ثانية واحدة قلت لحد كام؟ لحد 2 وبعدين بقى بعد ثانيتين بصوا بقى من 5 ل 7 ثاني زي ما قلنا برضه هيبقى رجع بقى للزيرو آه لأن هو قال ستوبس كومبليتلي افتر أنذر 2 سكندز توقف بالكامل بعد ثانيتين. آه آه بيتهيألي يا ولاد الدرس سهل جدا جدا. آه في بس مشكله بسيطه كده في الجرافس طبعا الجرافس بتلخبط شويه آه والبروبلمز برضو في بعض البروبلمز برضو هتلخبط شويه ان شاء الله طبعا لما نبدا بقى مراجعه وحل بقى الـ حبه مثلا من التشوز وشويه من البرنت كويشنز والبروبلمز والجرافس دي إن شاء الله بقى هتبقى هيبقى الموضوع أسهل وأسهل آه وإن شاء الله بقى نخلص اليونت آه على خير ونراجع بقى تاني من الأول بقى نحل بقى من الورك شيت بقى من الأسئلة بتاعة كتاب الورك شيت ونحل برضه بعض الأسئلة اللي ما من هنا هنعمل برضه إن شاء الله مراجعة على الوحدة كويسة آه بحيث بقى إن طبعًا يعني لو في امتحان بقى على اليونت نحاول كده نمتحن وإن شاء الله ربنا يوفقنا ونجيب درجات كويسة.